يعني الطالب يحتاج إلى كتاب، والوزارة من مسؤولياتها أنه توفر هذا الكتاب. احنا تلافيا واستعدادا لهذا الحرج كما قلت، أنه وجهنا كتاب باسترجاع يعني المواد الدراسية أو الكتب المدرسية بشكل كامل 100% في سبيل أنه نعالج هذا الموقف اللي احنا الآن بيه. تعرف أنت الموازنة تأتي، طبعا الموازنة 22 لحد الآن ماكو موازنة، بس لو ضربنا مثل بسنة 2021 فعلا جت الموازنة للوزارات، جتنا يعني في وقت في منتصف العام. احنا بالنسبة ان انا قلتها يعني سابقا في اكثر من وسيلة اعلامية، وزارة التربية لديها سنة دراسية وليست لديها سنة تقويمية، يعني بمعنى انه ما فائدة الاموال ان تأتي متأخرة بشهر التاسع أو بشهر العاشر، ما عندي يعني عمل بها بعد، أنا أحتاجها من أجل القرطاسية ومن أجل الكتب ومن أجل الصبورة ومن أجل الرحلة ومن أجل كل اللوجستيات، أحتاجها مع بداية العام الدراسي حتى أقدر أوفرها في العطلة. لذلك عندما تأتي هذه الموازنات في منتصف السنة نقع في حرج، يجب أن نطبق القانون وهذا واجبنا، لازم نخضع هذه العمليات إلى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية. تنفيذ العقود الحكومية إلها إجراءاتها، وهذه الإجراءات إلها مدد معينة ثبتة لا نستطيع أن نتجاوزها من أجل ترصين الإجراءات، فراح تأخذ من عندنا زمن الإعلان وزمن المناقصة وزمن الدعوة المباشرة وزمن التمويل والتخصيص وتوفير هذه المبالغ من وزارة المالية وكتابنا وكتابكم. شوفوا العملية تستمر حوالي شهرين أو ثلاثة يلا نقدر نحيل طباعة الكتب إلى الشركات سواء كانت الحكومية أو الأهلية. هذه المدة لا نستطيع أن نقلصها أو نتجاوزها بسبب هي الإجراءات الحكومية المنصوص عليها في هذا القانون. حتى ننتقل إلى فقرة أخرى، قبل كان عندنا موازنات تأخر 3 أشهر 4 أشهر، هالمرة ماكو موازنة، ايش قد راح تأخر عملية طبع المناهج وأيضا توزيع الكتب واللوازم المدرسية؟ إذا لم يكن هنالك تخصيصات مالية حقيقة كما قلت نقع في حرج، ويعني ماكو طباعة. الوزارة قامت مشكورة يعني بشخص السيد الوزير معالي وزير التربية الأستاذ علي الدليمي من خلال اجتماع، ورجل اقترح مجموعة مقترحات وأرسل هذه المقترحات إلى مجلس الوزراء والأمانة العامة لمعالجة هذا الموضوع، وضمت مقترحات، كل هذه المقترحات تصب في مصلحة الطالب من أجل إنجاز ملف طباعة الكتب بعد انتظار الجواب. ستحرجون هذا العام لو راح تعالجون المشكلة؟ والله نتمنى أنه المقترحات اللي أرسلها السيد الوزير تلقى ترحابا وإنجازا، وإن شاء الله نتخلص من هذا الحرج. يعني نعتقد أنه على الجميع أن يتحلى بالمسؤولية من أجل هذا الملف.